أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم بقراءتها في شرح أسماء الله تعالى الحسنى وليس فيها تأويل للصفات؟ كتب كثيرة، وأقربها القرآن الكريم المتضمن من كثير من أسماء الله وصفاته، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسماء الله وصفاته، وفيها مؤلفات، فيها مؤلفات في الأسماء الحسنى، ولكن لا يكفي أنك تقرأها بنفسك دون أن تقرأها على أحد العلماء فيبين لك معانيها. نعم.